إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن التقوى سبب السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي السعادة. أيها المؤمنون، أعظم أمور الدين وأصول الحق واليقين هو الإيمان بالله رب العالمين. فبالإيمان تكون الحياة الطيبة، وبالإيمان يكون النجاة من الشقاء في الدنيا والآخرة. فالإيمان أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، وبه ينال العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. ومتى حققه العبد كان مؤهلاً للمراتب العالية، ونال السعادة الباقية. ولذلك كان لزاماً على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعاهد هذا الإيمان بما يثبته ويقويه ويحفظه عليه وينميه، كما يلزم المؤمن والمؤمنة، كما يلزم كل مؤمن ومؤمنة الحذر من كل ما يضعف الإيمان وينقصه، خشية أن يتضعضع الإيمان فتضعف المعرفة وتقل الأقوال والأعمال. ولذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. وليس في كلامه هذا تقليل من شأن العلم، بل إن العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان، ولكن المراد بقوله هذا زمان تمسك أي الحرص على التمسك بالدين والإيمان وتقويته لكثرة أسباب ضعف الإيمان. ولئن كان هذا الكلام من الإمام الأوزاعي الذي كان في القرن الثاني من الهجرة، فماذا نقول نحن عباد الله في هذا الزمان؟ أيها المؤمنون، إن الإيمان إذا تعاهده صاحبه فحرص على الطاعات زاد وقوي، وإلا كان في نقص وضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم والطبراني. والمراد من الحديث إن الإيمان ليخلق أي ليبلى ويضعف، كما يبلى الثوب وكما يتقادم الثوب، فيضعف الإيمان وينقص بسبب ما يقع المرء فيه من المعاصي والذنوب والآثام التي تؤثر على إيمانه فتضعفه. وكما أنه ينبغي للمؤمن عباد الله أن يعرف أسباب زيادة الإيمان،
فكذلك يلزمه أن يعرف أسباب ضعف الإيمان، وذلك حتى يجتنبها، وبخاصة في هذا الظرف الذي نعيشه والذي نحن فيه، حيث أغلقت المساجد لزمن وأمد ليس وأمد طويل، وتوقفت مع ذلك دروس العلم والمواعظ، وصار المرء فينا غارقا في أمور الدنيا مع ما يشغله عن الآخرة، فكثرت مع ذلك أسباب الضعف وتعددت صوره كذلك، فكان لزمنا أن نتذاكر هذا الأمر وهذه القضية وأن نتواصى فيما بيننا. عباد الله، إن لضعف الإيمان أسبابا كثيرة ومتعددة، ومن ذلك الجهل الذي هو ضد العلم، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فما من امرئ يعمل سوءا إلا بجهالة وجهل. ولهذا أثر عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: ما دام يعصي فهو جاهل. فالجهل خطر عظيم يفتك بصاحبه فيهلكه حتى يهوي في ظلمات الذنوب والمعاصي. وقد قوي هذا السبب عباد الله خاصة بعد توقف الدروس والمواعظ التي كان فيها التذكير والتنبيه والتعليم للناس جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. وإن من أسباب ضعف الإيمان كذلك الغفلة القاتلة. قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومن الأسباب الإعراض عن الحق وعن سماع الحق وعن العمل به وعن اتباعه وعن التسليم له. قال جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومثل الإعراض النسيان المذموم، ذلك أن النسيان على قسمين: مذموم ومذموم مؤاخذ به، وآخر غير مؤاخذ به. فغير المؤاخذ كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما المؤاخذ به فمثل قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإن مما يضعف الإيمان المعاصي والآثام. وقد كان مما أثر عن السلف أنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أسباب ضعف الإيمان النفس التي بين جنبينا، النفس الأمارة بالسوء، كما قال جل وعلا أو كما جاء في كتاب الله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن أسباب ضعف الإيمان العدو اللدود الذي أخذ العهد على نفسه على إضلال بني آدم، ألا وهو الشيطان، ومع ذلك اتباع خطواته. قال جل في علاه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال جل وعلا: وقال جل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال جل وعلا: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ومن أسباب ضعف الإيمان الدنيا وفتنتها. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وها هي الدنيا قد انفتحت علينا بتطوراتها وشهواتها وملذاتها، وأصبح ما كان يعسر الوصول إليه من المعاصي يسهل على الكثير. وأخص بالذكر من ذلك عباد الله وسائل التواصل الاجتماعي. فلقد توسع الكثير من الناس في ذلك رجالا ونساء في استعمالها، وصار الواحد يبيح لنفسه ذلك ويبرر فعاله بتبريرات لا تنفعه بل تضر. عباد الله، لقد تساهل الكثير في قضية المحادثة بين الرجال والنساء، ولربما يتجاوز الأمر إلى الحرام بل تبادل الصور وغير ذلك مما يستحيا من ذكره. وأعظم بهذا سببا ك
كبيرا وعظيما لضعف الإيمان بل لذهاب الدين، كما أخبر النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال: فوالله لا الفقر أخاف عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري. وإن من أسباب ضعف الإيمان الرفقة السيئة والصاحب السيء، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود. فانظر إلى صاحب إذا رآك على الخير شجعك وثبتك، وإذا رآك على الشر نهاك وحذرك. قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه، وانظروا إلى سليمان بن عبد الملك صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده. هذه عباد الله جملة من الأسباب تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، ولذلك تجد من وقع فيها أو في بعضها تظهر عليه صور من ضعف الإيمان، فلعله كان فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، مجتهدا في فعل المستحبات تاركا للمكروهات، ثم إذا به تتلاشى عنه هذه الالتزامات فيبدأ بترك المستحبات ويتذرع إنها ليست بواجبة، والوقت ضيق وبي تعب وقد أرقني العمل وجئت متأخرا، إلى غير ذلك من الأسباب التي يفتتحها عليه الشيطان، ثم يتوسع في فعل المكروهات ويقول ويعلل: ليست هي بحرام. ولا تزال هذه الأسباب تضعف من إيمانه حتى توقعه في الكبائر من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وإن من صور ضعف الإيمان التكاسل في حضور صلاة الجماعة، وها هو صار الأمر في هذا الوقت يتأخر الكثير عن صلاة الجماعة، ومنهم من يتعذر بأن الصلاة مع التباعد فيها ما فيها مما قد ذكره بعض أهل العلم، وإن كان جمهور العلماء على صحة الصلاة والأدلة معهم، ولكن من الناس من يتغلب عليه الشيطان ثم يسول لنفسه هذه الصلاة فيها ما فيها، وإنما هو باب من أبواب الوسوسة فتح عليه، وسيتدرج به الأمر إلى ما هو أشد. وإن من ذلك التأخر في حضور صلاة الجمعة، ومن صور الضعف ترك ما كان يواظب عليه من الأذكار وقراءة القرآن وحضور مجلس القرآن ومتابعة الورد، وتركه لسماع دروس العلم، وترك مجالس الذكر والتهاون في الواجبات والأكثار من اللهو والترف، ويترك النوافل التي كان يواظب عليها من قبل، ويكثر من المخالطة المفرطة لأهل الفجور والفساد، ويتساهل في أمور الدين، بل إن الضعف ليصل إلى هيئة الإنسان في لباسه وحاله، كان على لباس الوقار والحشمة والحياء والستر، فصار يلبس ألبسة أقل ما يقول فيما يقال فيها أنها مكروهة إن لم تكن تناطح حد الحرام عياذا بالله، بيد أنه كان من قبل على هيئة إذا رؤي غبط عليها. بل إن من الناس من يصل ضعفه إلى تصرفاته أقوالا وأفعالا وحركات ومشطة ولبسة ومشية، ومع أهله وزوجه وأولاده، إلى أن يترك العناية بهم، لأنه فتح عليه باب، بل قل أبواب، من أبواب الدنيا صار لا يتفرغ لها، صار لا يتفرغ معها لقيامه بواجب بيته. فهذه صور من صور ضعف الإيمان وغيرها كثير، نسأله جل وعلا أن يعافينا من ذلك ويهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، كانت تلك بعض أسباب أو بعض أسباب ضعف الإيمان وبعض صوره. وأما علاج ذلك عباد الله فهو في الجملة أن نتعرف على أسباب زيادة الإيمان ونلتزم بها، وأن نتعرف على أسباب ضعف الإيمان ونجتنبها. فلنحرص عباد الله أول ما نحرص على العلم النافع، علم الشريعة كتابا وسنة، علم الشريعة كتابا وسنة، فهذا العلم قرين الإيمان. قرن الله بينه وبين الإيمان في غير موضع من كتابه، قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. رواه أبو داود. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل بحسبه عباد الله، وعلى قدرته واستطاعته وعلى ما يقدر من استيعابه وفهمه. ولكن حتى إذا كان فهمه رديئاً قليلاً ضعيفاً لا يتكاسل في تعلم الحلال، في تعلم العلم الشرعي، فعلم الحلال والحرام والعمل به من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ومن ذلك الحرص على الذكر كالقرآن وسائر الأذكار، والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أسباب زيادة الإيمان الأعمال الصالحة، فالإيمان يزيد بالطاعة كما قال أهل العلم. وإن من أسباب زيادة الإيمان التفكر في نعم الله عز وجل على العبد، وأن ينظر العبد في هذه النعم التي أسبغها الله عليه، وهي نعم ظاهرة وباطنة. وإن جئنا إلى عدها فلا نحصي عدها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أسباب زيادة الإيمان التفكر في آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية وعظم مخلوقات الله جل وعلا. قال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه المخلوقات من تدبر فيها وتفكر فيها له في ذلك عبرة إن كان يعقل، بل زادته إيمانا. وإن من أسباب زيادة الإيمان الحرص على تطهير القلب بملئه بالصالحات وتطهيره من المنغصات كالحقد والحسد والبغض والكراهية والفحش والفجور والغل والضغينة. وأيضاً أن نحفظ اللسان والجوارح بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. وإن من العلاج عباد الله قطع دابر أسباب ضعف الإيمان. فلنداوي عباد الله الجهل بالعلم والغفلة بالاستغفار والذكر، ولنداوي الإعراض والنسيان بالإقبال على الله، ولنداوي أنفسنا من المعاصي والآثام بالتوبة والندم والعزم على الطاعات، ولنداوي أنفسنا الأمارة بالسوء بلومها ومعاتبتها وحملها على الصالحات، ولنتخذ الشيطان عدوا، فإنه قد ترصد وتربص بنا واتخذ العداوة سبيلا له معنا إلى يوم الدين. فلا نتتبع خطوات الشياطين، ولنأخذ من الدنيا ما يعيننا على طاعة الله، ولنحذر من الاستغراق فيها فإنها تنسي الآخرة، ولنقطع عن أنفسنا هذه الوسائل من التواصل الاجتماعي والذي هو في الحقيقة الهدم للمجتمعات. فكل طريق من هذه الطرق يفتح عليك باب شر فسده، وشد على نفسك وصده وارمه خلف ظهرك، فلا تلتفت إليه ولا تعد إليه. ولنعلم جميعا عباد الله قول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يزداد إيمانا على إيمان وإيمانا بعد إيمان. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لأن يوفقنا لأسباب زيادة الإيمان، وأن يصرف عنا ما يضعف وينقص الإيمان، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، ونسأله جل في علاه أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة ونواصينا بالتوبة والندم. اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم على الآكام والضراب، وعلى بطون الأودية ومنابت الشجر ورؤوس الجبال يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.